اخواني اخواتي، بشرى رجعت لكم بواحد المشروع تاني جديد وزوين من لاستيكات ديال الشعر. راه ساهل بزاف، وان شاء الله راني شرحت لكم بالتدقيق كيفاش تصوبوا هاد لاستيك. هذا راه غير باليد، تقدروا اللي ما عندهمش الماكينه في الدار يديروه بيديهم، البرا والخيط، والحمد لله كل شيء موجود. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني اخواتي عند قناه ويد بشرى شانيل 0508. اليوم بشرى غدير معكم واحد النوع ديال لاستيكات ديال الشعر او الباندات ديال الشعر بلاستيك، كما درت معكم الحلقه اللي فات او الجزء اللي فات. درت معكم هذا النوع، هذا لاستيك على شكل ورده، كيف جرى رائع بزاف، وواحد الثمن رخيص رخيص بزاف. وهذا المشروع راه مربح، كونوا متاكدين اخواني اخواتي، راه مربح بزاف بزاف. دابا غادي ناخذ هذا الثوب هذا وغادي نعبره هنايا 50، انا عبره هنا 50 في الطول، وفي العرض كنعبره هنايا 4 سنتيم. ما غاديش نعبر معكم. شو نديرو بالبرا حسن، وغنديرو الخيط على جوج. انا عندي الخيط قاصح، كاين صحيح بزاف، كاين اللي كيدير الخيط على 4. غادي نقطعو هادشي، دابا غنمشيو نخيطو. دابا غنمشيو ناخذوا البرا والخيط كيف كتشوفوا، غناخذوا البرا والخيط وغناخذوا، نحاول ناخذوا واحد الخيط اللي قريب شويه لهذا، هو فيه بزاف ديال الالوان، يا كحل يا موف يا ليموني كيما بغى يكون نوع. غنمشيو نخيطوه بواحد الغرزه تكون قريبه، كل غرزه قريبه لختها. انا غنمشي نخيط ونرجع معاكم. للتذكير بالنسبه للخيط، كاين اللي كيديروا على 4، انا غادي نديروا على 2 لان عندي الخيط صحيح بزاف ما كيتقطعش دغيا. وبالنسبه لهاد السنتة هذه اللي غادي دابا نخيطو، هاد الخيط هذا خصو يكون تقريبا الدوبل، نديروا الخيط على يعني دو فوا من هذا، يعني جوج مرات الخيط على جوج مرات، نديرو على جوج مرات ملي بغو نخيطو، ولكن كنديرو على جوج مرات ملي غادي نبداو نخيطو باش يشيط لنا الخيط وما نوحلوش. بالماكينه كيكون يعني مسربي احسن. المهم كانوا هادو كنقول السيدات اللي ما عندهمش الماكينه في الدار، يقدروا يخدموا بيديهم، يقدروا يديروا واحد المشروع يعمروا جيوبهم. الحمد لله الخير موجود، يعني تمشي عند الخياط راه غادي يعطيك الرام ديال هاد بقايا القماش. انا غنمشي نركب البرا، بسم الله،
الشكل النهائي اخواني اخواتي هو هذا ديال اللاستيك اللي درنا اليوم، او الباندا ديال الشعر. راه درت قبيله كيفاش كنوريكم، درت قبيله العقيق، يا اما كديروه بالخيط او كديروه بهذا المسدس ديال الشمع، او تاني درت سينتا، درت واحد الباندا. ها هي هذه، راه لويتها على هاد اللاستيك هذا وهاد الفراشه، وعاوتاني درت لي ستراس حتى هما عطاو واحد الجمال. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وديروا بحالها، راه ساهله ومشروع مربح جدا. ما تنسونيش من الاشتراك والضغط على الجرس باش يجيكم الجديد ديالي والتعليقات زوينين. اترككم في رعايه الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كيف كتشوفوا انا درت الخيط على جوج، طولته بزاف، دابا غادي ناخد واحد الفيليل وغادي نبداو نقلبو في هاد السينتا هادي على وجهها، يا اما كتقلبوها بالمقص ولا داك ولا القطبان ديال الكروشي باش كنخدمو في الصوفا. نجيب واحد الفيليل صغيور وغنبداو نقلبو باش نحصلو على وجهها، من بعد غادي نديرو لاستيك. قبيلة عبرنا 20 سنتيم في بلاستيك، هذا هي القاعدة، 20 سنتيم دائما يكون عندكم بلاستيك بلاستيكات ديال الشعر. واخا تكون عندكم 60 سنتيم في الطول او 67 او 100، كديروا 20 سنتيم هذه في الباندا ديال الشعر.
حصلنا على هذا لاستيك هذا وهاد الباندا صغيره. اللاستيك كتجي زوينه ومتيوله هانتوما. دابا غادي نمشيو نصوبو ليها واحد العيبه زوينه 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 بزاف تعجبكم. راه ساهله هادشي العيالات هادشي البنات اللي بغات تعمر جيبها هانتوما. دابا غنمشيو لهادي نشوف لهاد الطريف ديال الثوب درناه على اربعه كما سبق صورت لكم. وغادي ناخذو غنحاولوا نحركوا هادشي بالبريكه باش يلصق لينا. دابا غادي ناخذ هاد الطريف حتى هويا هذا غادي نقطعوه على شكل مربع كاري. غادي نحاول ما امكن باش ناخذ العبار اللي بغينا على حساب هادي على حساب هاد حيت عندنا هذا داير بحال نصف دائره. دابا غادي نحاول نخرج منه كاري غنشوف شحال فيه. غيجيني فيه تقريبا غتجيني فيه تقريبا شي 27 إلى 27. أو أكثر تقريبا على حساب 28 غادي 28 إلى 28. وغادي نعبرو تاني هنا 28 هنايا. باش يجينا العبار هو هذاك كنحاول ما امكن باش ندير ديك لا بيربونديكولير او زاويه قائمه. المهم عي باش يجي واحد العبار يجي مقاد. وغادي نجوانيو هادي ونجمعو هادي في النقطة نقطة مع بعضها. غادي نقطعو هاد الطريف هذا باش نحصلو على داك المربع. بسم الله احبائي احنا دابا حصلنا على هذا المربع هذا. غادي نبداو من هنا من الراس من هذا القنت التحتاني وغنبقاو غاديين غادي الوسط من الوسط. كونوا متاكدين البنات او الزوجات اللي جالسين في الدار ان هذا المشروع راه مربح وزوين وهاد لاستيك راه الكبار والصغار كاع البنيات كيعجبهم هذا وكاع العيالات وكاع البنات كيعجبهم. كيفاش كنحصلوا على هاد البابيون او بريطا بحال الفراشه كتجي نحاول نجمعوها بالخيط ندور على الخيط هكايا وهادي ضروري تبقاو دوروا على الخيط باش تشد مزيان. هيا وغادي نرتقوها مزيان
انتم البنات انتم هاك بجد. دابا غنشدو هادي وغادي نلصقوها في هاد اللاستيك هادي وديك البلاصه اللي كنا خيطنا، البلاصه اللي مخيطه هي اللي غنديرو فيها هاد باش ميبقاش داك العيب خارج. غادي نشدو وغنلصقو هنا ببيستولي او تلصقوها بالخيط اللي بغيتيو. انا عندي البيستولي غادي نلصقها ببيستولي او غادي نلصقها باللصقه هادي سبيسيال. هاهي هاد 7000 ب 7000. بعد ما لصقت هاد لاستيك مع هاد الوريده هادي وهاد البابيون والفراشه هاديك كتشوفوا راه جات زوينه وجات رائعه. راه ساهل هادشي البنات، ساهل بزاف بزاف بزاف. عندنا تقريبا هاد اللون راه حتى هو كاين هنايا في هاد سميتو هاد اللون هاد البرتقالي. انا لقيت هاد العقيقه هادي هاي كيف كتشوفوا، غنحاول نديرها هنايا اللي غتزيدها واحد الجمال. نحطو هنايا وغادي نزيدو على هاد العقيقات هادو بجناب. هانتوما البنات كيفاش جات، جات رائعه. هاد العقيقات هادو كيبقاو اختياريا، يعني بغيتو ما ديروش العقيق ما ديروش العقيق، تقدروا ديروا شي حاجه عاديه او تحاولوا غير تفينيوها مزيان، تخدموها مزيان وتعرضوها للبيع. هانتوما شوفوا كيفاش جات. غير هو باش من الاحسن اللي ما عندوش مثلا ما يقدرش على البريكه، انا البريكه شويه جاتني صعيبه، هي تدوزو غير بيديكم من هنايا بواحد لوغلي رقيق. ولكن كاين اللي ما كيصبرش، كاين اللي معصبه، كل واحد كيفاش الله يحسن العوان. اللي عندها الماكينه دوز دير لوغلي بالماكينه لهذاك المربع اللي درت ديك داك الطريف اللي درتو مربع، وهكذا كنكونوا حصلنا على هاد لاستيك. هذا راه كيجي روعه، هانتوما كيجي زوين بزاف. ما عنديش الماركان باش نوريكم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كاينه هاد الطريقه هادي كيف كتشوفوا معايا، خديت واحد الطريف ديال الثوب ديال هاد الساتانيت وغادي نحاول نديرو هنايا. نوريكم الشكل النهائي وغادي تفهموا مزيان بلا ما ديروا العقاق لا والو. هانتوما البنات وغادي نشدو هادك كتشوفوا، هاي درت واحد السينته وحيد داك العقيق باش نوريكم. وغادي نغطي هاد البلايصه هادي، غتجي بحال الباندا. هانتوما غتجي واحد غتجي واحد المنظر رائع. هانتوما انا غنوري لكم قبل ما نلصق. شوفوا على ديكو كيفاش جا. والعقيق يعطيه واحد الجمال، واحد لو شارم. ولكن حتى هادي هاد الطرف ديال الساتان هذا تا هو كيعطي واحد الجمال. دابا غادي نلصقها ونوريها لكم.
كيفاش جا هاد لاستيك هذا. ودابا الا بغيت نزيد ثاني نزينه، غندير واحد النقيطه هنا ديال الشم، مسدس الشم، وغادي نديروا هاد الحجيره هادي. شوفوا كيفاش جات ثاني. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من اللايكات ومن الاشتراك والتعليقات زوينين.